الو، عائلة المسيح. الو، مساء الو، الخير. ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التلفون؟ وطيته. اوكي، اهلا وسهلا بيك، انت على الهواء. اهلا اهلا وسهلا. ممكن اكلم اتصابونا؟ يا مرحبتين حبيبي، اهلا بيك. ازيك يا اتصابونا؟ اهلا نائبا عن عائلة المسيح. اهلا، نقبل ايديك يا اتصابونا. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا بيك يا اتصابونا. احنا يعني احنا عيلة كاملة، نشكر الرب شدنا من المزبله وجابنا في وقعدنا مع اولاد الملك. مجدا لاسم الرب. اهلا بيك حبيبي، تفضل. الله يباركك يا ابونا. احنا 7 افراد. نعم، احنا 7 افراد. 7، ربنا يبارك ويزيدكم كل نعمه. اهلا بيك. هللويا. انا رب الاسره ومعايا المدام بتاعتي ومعانا اولادي. امين. انا مهندس والمدام بتاعتي دكتوره. نشكر الله. وكانت دكتوره شريعه، كانت دكتوره شريعه وقانون كمان. بركه كبيره. بركه كبيره. بس كفايه بقى، ما تزيدش بقى في التعريف يعني. لا لا، كفايه كده. طيب، انا بخاف عليكم يا حبيبي، بخاف عليكم، بخاف عليكم. فحته حته كده، ربنا يبارك. مش عايز حد يتعرف عليكم، اتفضل. احنا عرفنا الرب من 7 سنين. بركه. و نشكر ربنا. انا الاول عرفت الرب والرب ظهر لي بشخصه والبيت كله عندي شاف الرب يسوع. حلو. انا ما كانش ليا يد في اني اعرفهم الرب يسوع. صدقني يا ابونا، ربنا تعامل مع كل واحد في البيت بطريقه خاصه. مبارك اسمه، مبارك اسمه. بيدور على اولاده. هللويا. ايوه يا ابونا، مع اننا كنا عائله اسلاميه بحته يعني. دكتور الشريعه بقى. ايوه. المدام عايز اتكلم حضرتك. اتفضلي اتفضلي يا دكتوره، اهلا بيكي، بنرحب بيك. بس ما تف بس خليكي حريصه. ايوه استاذونا. بص حضرتك، انا بشوف حضرتك كل اسبوع. بسمع الكلام ببقى نفسي ارد. نفسي اوصل للناس دي كلها رساله. عايز اقول لهم فوقوا شويه. يا رب فوق شوية. احنا اندحك علينا سنين عمرنا كله. كنا امنا. حجيت اكتر من 7 حجات. اشتغلت بالسعودية 10 سنين. كنت امينة جدا. كنت بصلي وصوم ال5 فروض وانا ببكي. كنت امينة لالهي اللي انا يعني حاسة ان حياتي كلها ليه. لكن لما ربنا فتح عينيا، انا شفت حاجات ما كنتش في الاول بقدر استوعبها. كنت بحس كتير قوي ان ايه، انا انضحك عليا. وصلت بيا قلت لا في مسيحيه ولا في اسلام ولا في الله ولا في ولا في. لكن بعد كل دون عيني كانت بتنور. لقيت لما بدات اقعد قدام ربنا من غير ما اتوضى ولا ولا ولا، ما كنتش بلجا بقى ان انا اتوضى. خلاص ما فيش اله، اتوضى ليه؟ لقيت الله عاوز قلب. عايز قلب. ولما اديت قلبي لقيته لمسني، ولما لمسني عيني نورت. مبارك. بدأت ألمس الزيف. مبارك. بدأت أشوف الزيف لما شفت الحقيقة. أمين. لما إيدي لمست الحقيقة بدأت صورة الزيف توضح قدامي. عايز أقول لهم حاجة واحدة. عايز أقول لهم حاجة واحدة. أنتوا الخسرانين. صدقوني أنتوا الخسرانين. تمام. مع المسيح الكلام حاجة والحقيقة حاجة تانية. ممكن نسمع عن المسيح ونسمع ونسمع ونسمع، ما هوش أسطورة ولا قصة خيالية، دي حقيقة نعيشها. ولما نعيشها هتلاقوا أمور تانية خالص. لما بتلمس القلب والقلب ينور، بنشوف وبيكشف وبينور عينينا. أنا سبت شغلي وبيتي وحياتي وولادي سابوا دراستهم، سبت بلدي، سبت. كنت فاكرة إن كل دي خسارة. أنا لو عندي حياة حاجة تانية أقدمها. أنا لو عندي حاجة تانية هقدمها. الله يبارك. المسيح يستاهل. امين. كده احنا رايحين، كده احنا هنسافر. كل واحد فينا مش هيخلل في الدنيا دي. صحيح. لكن هنروح فين؟ اهم حاجه رايحين فين؟ صح. راحه سما. صح. راحه سما. كل ده يستاهل ندفع. انا دخلت مشروع مربح يا ابونا. انا واولادي عملنا مشروع. المشروع ده ليه ربح. ربحه مش ارضي ولا ربحه ماديات. الماديات هتروح والكنوز اللي في الارض هتروح. انا ربح كله في السما. مبارك اسم الله. ويكفي ان هبقى مطمنه على اولادي. يكفي ان انا عارفه انا واولادي رايحين فين.
ده لا يقدر بمال صدقني يا ابويا. امين. انا لا يعنيني شغلي، لا يعنيني وظيفتي، لا يعنيني اهلي، لا يعنيني، لا يعنيني كل ده، يعنيني حاجه واحده انا هفرحها بيها، نفسي اطلع للدنيا بحالها. انا جبت بنت لربنا، البنت بقى لها 4 سنين معايا، كانت صغيره عمرها 14 سنه دلوقتي بقى عندها 18 سنه. ربنا يخليها ويبارك. اهلها عرفوا هم كمان نفسهم نفسهم بيقول هم دول المسيحيين محافظين عليكي بالمنظر ده. حبوا المسيحيه من محبتنا لبعض، محبه مش مزيفه. نشكر ربنا، نشكر ربنا. اللي انا عايزه اقوله يا ابونا قريب هنبقى معاك، قريب هنبقى معاك جنبك، بس بنتظركم بفارغ الصبر، بنتظركم بفارغ الصبر. وهطلع اقول للدنيا بحالها، انا مش خايفه ولا يعنيني، لان يسوع يقدر يحميني ولا هو في الدنيا تقدر تلمسني انا واولادي. طب اسمعي يا دكتوره، انا مطمنه. بركه يا دكتوره، عايزين عشان خاطر الناس اللي بس. انا اكتر واحده حافظه في القران، واكتر واحده حافظه الفقه والسنه والشريعه، كل حاجه انا حافظاها. لكن تعالوا نفكر فيها بعقلنا، تعالوا منطق الامور، تعالوا منطق الامور ونشوف اللي بيحصل دلوقتي. حتى دلوقتي نفس الطريقه اللي انتشر بها الاسلام، داعش ومداعش والعقول المغسوله اللي الشيطان مسيطر عليها. طبعا. كل دون نفس خدعه محمد لما كان بينشر الاسلام. اه انضحك علينا يا ابونا وكفايه. صحيح صحيح. انا عايز اسالك يا دكتور، انضحك علينا كتير يا دكتوره. طبعا احنا لما تشرفينا هنا ان شاء الله قريبا بنعمه ربنا هنستفاد منك كتير، احبائنا المشاهدين يعني. لا ده انا ولا حاجه، انا ولا حاجه يا ابونا. من يعني الله هيستخدمك، الله هيستخدمك. بس انا عايز اسال سؤال، عايز عشان خاطر اللي بيسمعونا دلوقتي يعني بيقولوا طب ازاي بدات، يعني ازاي تكشف ليها الحقيقه، ازاي اتغيرت، ازاي بقت قبلت المسيح، ازاي ازاي، دي الاسئله الجوهريه. فانا عايز تبتدي لي من البدايه، يعني انتوا كنتوا متدينين وكنتم مسلمين ومواظبين وانت متمسكه بدينك والشريعه وكده. انا هقول لك مفاجاه، انا حماية اللي هو والد جوزي، اللي جوزي يبقى وحيده. حماية كان من يعني مش هقول من اغنى العائلات، لان هو فعلا كان كده، كان راجل معروف من هو وجوزي ده وحيده. كان احنا كان عندنا جامع خاص بينا، احنا كنا بنجيب المسيحيين نخليهم يأسلموا. بس هم ما كانوش بيخشوا الدين الاسلامي لمجرد ان هم حبوا الدين او شافوا فيه حاجه صح، بيخشوا لان هم بيحسنوا ظروفهم ووضعهم المادي. فكنا في حمايه بيستفيد يجيب الشباب والبنات اللي بالوضع دون ويساعدهم ويديهم فلوس ويجوزهم وبيستقروا. فانا واحده من الناس وجوزي كنا بنعمل كده بصراحه. لكن بعد كده ده علينا وقت، انا وجوزي كنا بنحس في حاجه جوانا جوه قلبنا بس مش عارفين نفسرها. جوزي يقول لي دي مش حياتنا، انا حاسس ان انا مش هكمل في العيشه دي. وانا اقول له يعني ابوك هيموت وهنورث؟ كان كل همي الفلوس، لان انا ست يعني سيده اعمال، جنب شغلي كنت سيده اعمال، كنا شغالين في تجاره. لو قلت طبعا اسم التجاره فتعرف احنا مين. لا 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 انا بخاف عليكي، خاف عليكي. بنشتغل في تجاره بتجيب الملايين. بعد كل ده حسينا بغربه، احنا حسينا وانا بيتي حاسه بغربه، فراغ في القلب، حاسه ان دي مش حياتي. بس التفسير نفسه انا مش فاهماه. وكوني ان انا افكر في حته المسيحيه ده استحاله من ربع المستحيلات. دول كفره، مين المسيحيين دول كفره؟ اللي يسلم عليهم يبقى كافر، اللي يبقى نجسين وريحتهم متنه. لكن اكتشفت ان دول المسيحيه دي حاجه منزهه. واو، ما بيدافعوش عن نفسهم، فيهم اله يقدر يثبت وجودهم، لان هو اصلا مثبوت بكلمه حق على الارض. مش محتاجين يطلعوا يجعجعوا ويزعقوا ويقولوا يا ناس احنا وتعالوا للمسيحيه. المسيحيه مش هتفرق زادت واحد ولا 10 ولا 100 ولا مليون. المسيحيه ثابته نفسها من لان قوي. المسيح ثبت نفسه بكلمه. هللويا. ده كلمه الله، كلمه الله، يا كانه الله بنفسه هو اللي اتكلم. صحيح. ازاي انا اتوه في كل دون؟ يا ابونا احنا لما حسينا بغربتنا على الارض صلينا بامانه، بعد ما كان جوزي طول الليل وصلي قيام الليل وتراويح. وعلى فكره احنا اول معرفتنا بالمسيح كانت في رمضان. في رمضان واحنا بنأدي كل الفروض اللي علينا. ونفاجئ ان جوزي يشوف
عيسى يشوف انت يشوفني انا يجي له عيسى ويطبطب عليه وبعدين يقوم يوصف لي الوصف ده اللي انت بتقوله ده ايه نور وعين عين من كتر الضوء اللي طالع من عينيه انت مش قادر تبص في عينه لكن عليه حنيه وعليه طيبه هو بنفسه ينزل الارض ويلمسك ويطبطب عليك ويبقى واخدك وصاعد بيك للسماء لدرجه انك تترفع معاه لحوالي 20 30 سم من فوق السرير تترفع واخدك معاه للسماء والاخر لحظه بيسيبك وكانه بيقول لك لسه ليك رساله انت يقول لي انا مش فاهم قلت له سيبك اللي يشوف عيسى في الحلم يبقى او في رؤية ده يبقى نصرة اروح احكي لزمايلي في الشغل واحنا قسم شريعة اسلامية قالوا لي قريب هنقول لك يا ام جرجس اتريقوا عليا قريب هنقول لك يا ام جرجس شوفي يمكن جوزك بيحب واحدة مسيحية شوف الفكر وصلوني لايه ان انا سجيت بجوزي ان يكون على علاقة بواحدة مسيحية وان كل ده خطة لمجرد ان هو يروح المسيحية فكر الجنسي بقى هو فكر انا فعلا عشت سنه مرار عايز اقول للناس كلها جوزي كذا كذا هو فعلا ما لجاش عمره ما فكر يبقى مسيح ولا انا عمر فكرنا استحاله دماغنا تروح لده كله لكن يفاجئ ان بعد سنه في نفس التوقيت بعد ما جرينا ورحنا وجينا والمسيحيين على فكره والكنايس ما بتعملش بسهوله ولا بياخدوا حد بسهوله بيحطونا في اختبارات بيعصرونا لكن طبعا. انا كان زمان لما بيجي حد يقول لي انا عايز اسلم اوكي هوا راح اعمل له اوراقه في منت احنا شفنا المر اتسجننا واتحبسنا واتمرمطنا واولاد سابوا مدارسهم وخدوا اوراقنا و و و واتضربنا سوري بكلمه الكنادر زي ما بيقولوها هنا كده اتضربنا بالكنادر على واحنا هنرجعكم وهنديكم كل اللي انتوا عايزينه قلنا ابدا اصغر عيل في عيالي شاهد للمسيح ابدا قلت له انت يا بابا مش خايف قال لي لا انت علمتيني اقص يسوع يخلي باله عليكم الله الله لما يجي الابن الصغير ويقعد معاه ويشيل له ورم من رجله كان حاسس بينا بارك اسم الله تعاملاته احنا عايشين حياة مش اختبار يومي وخلص احنا عايشين حياة مع المسيح يوم بيوم وبيقوتني وبيأكلني ومعيشني وبعدين ولا يلزمني شيء على الارض ماشية يا بوني نشكر ربك انا عايز ماشية. عايز اسمع بقى الحاجة اللي كشفت الاسلام بقى جوزك شافها في الاول وبعدين انت برضو شفتيها بعدين بعد سنة وبعدين رحت سألتها قولي لنا بقى السر بتاع ايه الحتة دي بص يا بونا الموضوع كله صدقني لو جبت حد وبالعقل قعدت كلمته قلت له الله وتجسد وفي صورة إنسان واتصلب عشاني واتصلب عشانك ودفع عشاني المنطق وبالعقل أقول مش هتفهم صحيح لكن لو ما كانش فيه لمسة قلب ولمسة القلب ده قال أنا واقف على الباب قال أنا واقف على الباب ده هو اللي واقف لي على الباب هو الله بنفسه واقف لي أنا على الباب أنا إيه أنا ولا حاجة لما هو واقف لي على الباب عشان مستنيني أيوة أنا مش خسرانة رحت له قلت له دلوقتي إحنا اللي بنشوفه ده إيه جوزي شافه وأنا شفته وشفت لو أنت اظهر لي قول لي حاجة انا هفهم وتعامل معايا على قد فهمي اتعامل معايا على قد غبائي اتعامل معايا على اني بيبي صغير وبتعلمني بارك اسمك بدات في حاجه تتغير امين لمسه في القلب انا خلاص بقيت في حاجه جوايا رافضك في حاجه غلط وما دام ظهرت في حاجه غلط يبقى كله غلط صحيح أيوة. بص ما هو بالمنطق كده حاجه البدايه غلط يبقى دور هتلاقي فيه حاجه غلط صحيح والغيب دلوقتي هم عارفين ان فيه غلط لكن كبريائهم منعهم ان هم يعلنوا لان ليهم مصالح اهم من ان هم يعبدوا ربنا مصالحهم الارضيه اهم من ان هم يروحوا السماء ده صحيح طب قولي لنا حكايه انشق القمر دي اتفضل حبيبي قول لنا بقى ايه الاكتشاف بتاع انشق القمر ده بص يا اتسابونا دي كانت الحلقة اللي انا بعد ما الرب يسوع شفته ولمسني
انا مش قمت بقى بقيت عايز ابقى مسيح، لا، بس في حاجه جوايا اتغيرت. ايه هي؟ انا مش عارف. ايوه وعايز اعرف. فبدات اقعد قدام قدسك. اجيب جبت انت كنت زمان بتزعل القمر الاوروبي، ما كانش فيه الكلام ده زمان. صحيح مظبوط. جبت قطع القمر، ما كانش عندنا بقى القمر الاوروبي، احنا كنا كل حياتنا على اقرا. فجبت قطع القمر الاوروبي وبدات اجيب تردد القناه بتاعت الحمد. انا بالمناسبه بقى انا ليا حق ثلاث تلفزيونات كسرتهم في قدسك. نشكر ربنا. انا عندي مكتبه، انا عندي في البيت مكتبه اسلاميه كبيره جدا، والدي راجل اسلامي كبير، فعندنا كل الكتب اللي كنت قدسك بتجيبها كانت عندي. فانت لما كنت تطلع الكتب دي اجيب الكتاب الاقي الكلام اللي انت بتقوله موجود. طب ما حد يطلع يرد على الراجل ده، يطلع يكذبه. حد يطلع يقول الكلام اللي انت بتقوله ده كده؟ مفيش. لغايه ما جت حلقه كنت بتتكلم قدسك على انشقاق القمر. وانشق القمر. بس هي ليها خلفيه تاريخيه، اللي هي ايه؟ مجموعه من اليهود راحوا لمحمد قالوا انت نبي؟ قال لهم او طب إيه؟ كل الانبياء على المعجزات، تعال انت يا عم اعمل لنا معجزه واحنا هنؤمن بيك. حلو. الكلام ده جميل ما فيهوش مشكله. خدهم على سله كبيره والقمر كان بدر، فكان معاه عصايه كده، رفع ايده وعمل كده بالعصايه فالقمر انشق. زي موسى لما شق البحر يعني. الكلام ده لغايه دلوقتي جميل. طب القمر اللي انشق ده، هو القمر ده موجود فين؟ مش في السماء؟ ده التساؤلات بقى. القمر ده موجود فين؟ في السماء. طب لما انشق القمر ما حدش شافه في الدنيا غير الخمسه اللي سته اللي كانوا معاه بس. ليه بقيه السعوديه ما شافتوش؟ ليه الاردن ما شافتوش؟ ليه مصر ما شافتوش؟ ليه سوريا ما شافتوش مشقوق؟ عقل كويس، افكار. فاكتشفت ان هو فعلا كتاب الف ليله وليله بيحكي عن اساطير ما حصلتش ولا عمرها حصلت. صح. وامرؤ القيس صاحب هذا بيت الشعر، دنت الساعة وانشق القمر فهو خدها، اقتربت الساعة وانشق القمر. يا سيدي احنا مقتنعين كتر خيرك انك بتقول كده، احنا مصدقينك. طب بس ما فيش حد شاف القمر ده مشقوق غير الثلاثة أربعة اللي معاه. هو القمر ده تحت السرير، ده القمر ده في السماء. منطقية. خلي الناس تفكر يعني. بص يا ابونا انا عايز اقول لك على حاجة يا ابونا. لازم اقول لك، اقول لاخواتي المسلمين واقول لاهلي، اقول لهم على حاجة مهمة جدا. لو جبنا 100 ابونا زكريا بطرس وجبنا 100 عالم مسيحي وقعدنا نقول للبني ادمين ان الله تجسد في بشر، هيقولوا انت راجل مجنون. بس انا عايز اقول لهم حاجه، لازم القلب يتلمس عشان العقل يفتح. ايوه صح. لازم القلب يتلمس عشان العقل يفتح يا ابونا. ده حقيقه. بس هم للاسف قافلين قلوبهم وقافلين عيونهم وعقولهم. ايوه هم قافلين. صح. مع ان في ناس عارفه ان ده الحق، بس دي مصالحهم. دي السبوبه. صح. دي يا ابونا السبوبه اللي بيكسبوا من وراها. تمام 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 حبيبي تمام. انا هكتفي كده يا ابونا عشان انا طولت عليك يا حبيبي. يا كلام زي العسل، ده احنا في انتظار ما جيكم. لا احنا عندنا كلام كتير يا ابونا، بس لما ربنا يسمح. امين يا رب هيسمح باسم يسوع المسيح. تصلي لنا. نتشرف نتشرف بيكم. الله يبارك حياتكم ويستخدمكم لمجد اسمه القدوس ويحافظ عليكم دايما. ربنا يبارك خدمتك ويوسع تخومك. اشكر محبتك حبيبي واشكر مداخلتكم ومشاركتكم عشان خاطر اخواتكم. ايوه صح. يعني انتوا اكبر ناس تحسوا باحتياج اخواتكم، فعشان ده انا واثق ان ده اللي خلاكوا تتصلوا عشان خاطر توصلوا هذه الرساله لمن يريد ان يفهم ويعرف. امين. شكرا جزيلا عائلة المسيح المباركة، اهلا بكم. هللويا. تعرف ابونا انا بس حبيت عشان من كثر ما اني فرحان من كلامكم، يعني انا طاير في السماء. تعرف ليش؟ عشان انا صار معاي نفس الاشي. انا كنت مسلم وهيك الرب اجى ولمس وملى الفراغ اللي في قلبي، ولما هو اجى انا بقدرش انكر اللي صار انه هو صحيح ابن الله. انا عرفت هو ابن الله، غير حياتي وملى الفراغ اللي في قلبي. وأنا كثير كثير مبسوط من كلامكم. الرب يبارككم ويستخدمكم. آمين آمين. معنا أم منى. أم منى. ألو. أهلا وسهلا، أنت على الهواء. أهلاً أبداً أبداً كريمة كيف الأخبار؟ يا مرحبتين، أهلاً وسهلاً، ازيك؟
الحمد لله أبونا كويت الحمد لله نشكر يسوع. أمين. اليوم أبونا أنا بس عاوز أخذ من وقت دقيقتين بس. أهلا بك. أنا اليوم أنا جاي أشهد ليسوع. أمين أمين. عابرة؟ أيوة أبونا أنا عابرة من ضربة بتاع فرنسا لما أولاد الصغار بيقولوا عارضين سمعنا أن إحنا بعدين وكبرنا هنقتل الناس كده. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. من اللحظة دي يا أبونا يعني أنا كده بس أنا دخلت المسيحية أنا ما عرفش يعني حتى فيها حاجات كتير وكده. أقرأ يا أبونا وكل القنوات أنا أتفرج وكده. ترى أبونا أنا جاي اليوم أشهد ليسوع. أنا ترى ما كنت بنوم الليل أبونا. أنا كنت أبونا يعني عندي حالة نفسية ليقول منا أبونا. أنا ما بنوم إلا بالدواء أبونا. وأنا معايا ثلاثة أطفال غسر صغيرين. ربنا يبارك. وبعدين يا أبونا أنا قلت خلاص. أنا اتصلت بالدكتور بتاعي قلت له أنا مش يعني مش بقدر أروح وكذا. وأنت عارف طبعا هنا الطب إيه والمعاملات إيه. جابوا لي بعثوا لي دور ستة في البريد وأنا رحت جبت الدواء حطيته وكذا وأبونا. وفي الفترات دي طبعا الدواء مدة شهرين أنا قاعدة أبونا بقرا وكذا ومش عارف إيه وخلاص يعني أم منا بقت واحدة ثانية اتغيرت وكذا. وبعدين أنا قلت عاوز أعمل مفاجأة على الطبيب حتى أعرف يعني إيه يعني حالتي حصل فيها إيه. أنا رحت يا أبونا امبارح خلاص طبعا أنا محجبة وأي حاجة يا أبونا. أول حلو أوي ده كويس أوي. أول ما مشيت باب العيادة أنا شلت الخمار ده حطيته في الشنطة يا أبونا. أنا عمري يا هندي أنا في أستراليا وأنا بقول للناس كلهم أنا عمري ما حسيت ليكر يا أبونا. عمري حسيت دمروني. ترى طفولتي أبونا أعرفش حاجة عن طفولتي لغاية دلوقتي يا أبونا. منهم ليه؟ بس الله يسامحهم عن احنا اتعلمنا من حبيبنا ومخلصنا وربنا ما نشتم الناس. مبارك اسم الله. انا جيت داخل على الدكتور طبعا كان قاعد في واحده كانت معاه وطلعت. المهم كان قاعد يعني يغسل الاسم ده الملف بتاعه عشان يدخل اسمه والملف بتاعه ايه يجيبه. وانا قعدت يا ابونا وهو بيقول لي يعني خلاص انت خلصتي. ما فاكرني انا الست اللي كانت معاه الخواجه اللي كانت معاه. ترى انا ام منا السودانيه. اهلا. وانا ما اتكلمت طبعا يا ابونا عامل الميك اب يا ابونا والشعر يا ابونا من الكوافير للدكتور النفسي. المهم ابونا الدكتور يبص لي يا مين الست اللي قلت له انا كذا يعني انا ام منتا. ابونا انا اشهد ليسوع النهارده. والله يا ابونا الدكتور وقف يعني قام من الكرسي وقف وقال لي قومي. انا قمت وقلت ابونا ابونا بتلف يا عشان مش ام منا. ايوه بعيد عنك اللي كان بيحمموها وكان يعني جايبين لها ناس يخدموها في البيت عشان هي حالتها نفسية عظيمة. ومعها ثلاثة عيال. يا بعد يسألني شنو حصل؟ قلت له أنا جيت النهاردة عشان أقول لك يعني قال لي لا أنت خلاص انت مش محتاجاني انت احسن مني دلوقتي. نشكر ربنا عمل المسيح. واو. ابونا انا بقول لكل الناس النهارده انا بشهد ليسوع. امين. ابونا ايوه هو ده الاله المخلص ابونا. امين. مبارك اسمك يا رب. اشرق بالنور ليعرفوك. تلامس مع القلوب يا سيد. امين. هللويا. والدكتور ابونا هيعمل حفله كبيره
وكمان قال لي يا زهرة انت لازم، وهو هيلم كل المرضى النفسيين بتاعه اللي كنا بنروح للعيادة ابونا. ايوه عشان ايه؟ عشان ايه يا ابونا؟ عشان يتعلموا مني ويشوفوا. انا قلت لهم انا مش هقعد على سري يعني بجيب اتحدث ابونا. قال لي لا انا لازم، انت عاوزه ايه؟ قلت له انا بس عاوزه اوصل رساله. انا مش محتاجه يعني، انا عاوزه ارتب، عاوزه اوصل رسالتي لاخواتي اللي بيتعالجوا واقول لهم امين. ايه اللي غيرني؟ امين 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 ابونا. وانا بقول لاخي احمد أيوة. انا متصل قبلي. ايوه انا بقول له رجاء بدل ما انت تتصل وتعمل مشاحنات وتعمل الكلام ده، انت ادرس واقرا الرسيل واطلبه. لو هو ما ضحكش نفسه ليك وقال لك ها انا يبقى ما تتبعوش يا اخي. ايوه صح، خليك في دينك. ايوه مظبوط. ابويا انا 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 طلبته، وانا طلبت يا ابونا حلو، وانا لغايه دلوقتي يا ابونا انا بصلي. أمين. انا بصلي يا ابونا من اجل حاجه يا ابونا، انا من غير ما اشعر يا ابونا انا ايها والله انا بشهد ليسوع. امين. هو دايما معايا. نشكر ربنا، نشكر ربنا. بركه كبيره، الف الف مبروك. انا بقوم زي المجنون، انا بصرخ، انا بفوز يا جماعه. مبارك اسم الله، بركه كبيره يا ام منه. احنا بنشكر ربنا على تغيير حياتك بالكامل، مش بس روحيا ونفسيا وجسديا. الرب طيب، مبارك اسم الله. يا جماعه احنا بنحط هذه الامثله قدام احبائنا المسلمين عشان خاطر يقولوا ربنا الخالق. يا رب غيرنا، يا رب ورنا الحقيقه، يا رب ورنا الحقيقه. وبنهدي الى الأستاذ أحمد أفندي هذه الرسالة بتاعت أم منا، لإما تكون شاهدة له أو شاهدة عليه يوم الدينونة. ربنا يحميك ويخلص نفسك قبل ما تهلك يا رب، لأنه مكتوب هنعمل إيه لو أهملنا خلاصا هذا مقداره. أمين. شكرا جزيلا يا أم منا، ربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه.